كبير يتم اهدارها بالشكل ده. انا طبعا بحيي عمرو اساسا لان هو يعني انه يطلع بالنتيجه دي في ظل الغيابات دي. مظبوط. هي دي القدره بتاعته انه يقدر يوظف لاعيبته ويبقى عارف امكانياتهم. ما عندوش احتياطي الديفنس وبيوظف ناس مش مكانها. والتغيير اللي اتعمل برضه الاضطراري اللي حصل بتاع كوكا يجيب جلال من الباك رايت مش حتته ويلعبه باك شمال دي صعوبه، ونزل كريم ديفندر وعين مدرب برضه طبعا فيؤدي بالاداء ده قدام فرقه محترمه زي النادي الاسماعيلي. يعني طبعا ده يعني مجهود كبير جدا منه وتفاهم كبير جدا للاعبته وامكانيات كل لعيب. ينقص بس حته اضاعه الاهداف لان الماتش لغايه اخر ثانيه كان ممكن يعني يبقى في دروم ماتش في الاخر نتيجه للفرص اللي حصلت من نادي الاسماعيلي اللي انا قلت عليها برضو في البدايه اللي هو التمركز بتاع المساكين، وكان تبريرها ان الناس دي برضو ما بتلعبش مع بعض وفي ناس مش في اماكنها. كذلك برضو البطء في بعض اللعيبه في احراز الاهداف. انت كان ممكن انت تلعب الشوط الثاني ده وانت مريح تماما والنتيجه اريحيه بشكل وخلاص كبير قتلت الماتش زي ما بيقولوا. شوط ثاني اكتر من هدف، يعني اكتر من هدف مهم جدا. اللي انا عايز اقوله برضو ان احنا يعني برضو الحمد لله اطمننا على محمد محمود، ودي حاجه كويسه ان هو ادى 83 دقيقه بشكل كويس. اول ماتشاته اعتقد ان الماتشات ال 2001 لو سمحوا له ان هو يلعب مع ال 2001 تاني دي برضو فرصه كويسه ان هو يعني ان شاء الله باذن الله يجهز ويبقى مكسب كبير. احنا طبعا عارفين مستوى محمد محمود. في الاخر برضو انا يعني بكرر شكري لعمرو، وكنت عايز اساله سؤال بس ما لحقتش الحقيقه. ان هو طبعا في تعليمات بالنسبه احمد لجميع الفرق اللي في النادي انها تلعب نفس طريقه الفرق الكبيره اللي هم 4-2-3-1. دلوقتي احنا فاجئنا موسيماني الماتش اللي فات في الاسماعيلي برضو غير اسلوب اللعب خالص. هل هيبقى فيه مرونه بقى بالنسبه لفرق الناشئين ومدربينها انهم برضو